هلا، معكم سعود. اليوم راح اتكلم عن براند معروف، طبعا براند اسمه كلينيك. راح اتكلم عن اكثر من منتج والخطوات المنتجات. طبعا انا شخصيا بشرتي مختلطه، يعني مرات جافه مرات اويلي، فراح يمشي معي هذا الست اللي اون ذا رايت سايد. اول خطوه طبعا غسول الوجه، غسول الوجه فومي. طبعا كل البرودكت خاليه من الكحول، يعني تنفع حق البشره الحساسه، ما تضر البشره، اي مشكله تعانون منها من البشره راح ينفع لكم. طبعا الغسول ينظف من البشره بعمق بدون ما يخليها جافه او يتعبها. بعدها الخطوه الثانيه راح تكون اللي هي التونر. التونر يتاكد اذا ما في بقايا من الغسول على الوجه واي شوائب اخرى. يعني خطوه التونر وايد مهمه ووايد ناس ما يسوونها صراحه، جدا جدا مهمه. وراها طبعا اللي الترطيب. الترطيب هم خطوه وايد مهمه، حتى لو تعانون من حبوب تحتاجون انكم ترطبون المنطقه على اساس الوجه يتم شبابي، يتم حيوي، نظر اكثر وافتح اكثر. هم نقطه الترطيب وايد مهمه. اي احد يعاني من حبوب، هذا الست كامل متكامل راح يعالج لكم مشكله الحبوب ومشكله الاويل اللي بالبشره والحساسيه اللي بالبشره. طبعا نفس الطريقه، اول شيء تستخدمون الغسول. هم الغسول صاير كنا صابوني خفيف على البشره، لطيف على البشره، ينظفها بعمق. حلو. بعدها تجي خطوه التونر. نفس ما قلنا التونر خطوه وايد مهمه عشان يشيل بقايا الغسول او اي شوائب اخرى، وهم ينفع حق المسام، يوقف المسام. بعدها طبعا كريم الترطيب ايضا حق الحيويه، حق النضاره، عشان يخلي البشره شبابيه، يوخر التجاعيد. جدا مهمه نقطه الترطيب، وايد حلوه نقطه الترطيب. المهم هذه الثلاث منتجات ايضا موجودين ببوكس حق السفر، مسوينا لكم كلينيك، يعني وايد مريحينكم. الحين بتكلم عن كريم الترطيب هذا الجديد المزينة بالألوفيرا. طبعا ترطيبه جدا عالي، نظارة عالية، صاير شيء كأنه جل على كريم، وايد حلو. حلو فيه انه حتى لو غسلته لكم يتم مرطب الوجه ل 100 ساعة، متخيلين؟ يعني ترطيب ونعومة واشراق جدا عالي. الحلو فيه بهذا الكريم انه بعد تان، بعد ليزر، حق بشرة جافة، بشرة عالية من وردية، راح ينفع لكم. طبعا الحلو بالكريم انه في منه تو سايزز، اللي هو ال 100 ملي الكبير، في هذا السايز حلو حلو صغير مشكله. طبعا الحين نيجي على السيروم الجديد اللي منزلينه، سيروم العيون. سيروم العيون هذا فوق ما انه يرطب وكله فيتامين يشد، هو خصيصا حق الشد، حتى الخطوط اللي تحت العيون تروح، خلي البشره او المنطقه هذه منوره. طريقة طبطبة عشان البشرة تستفيد من الجل. ننطر دقيقتين، بعدها بعد السيروم استخدم هذا الكريم، كريم العيون الجديد، جدا جدا رائع. الترطيب جدا عالي، وهم تفتيح خصوصا حق الدارك سيركلز، يعني اي احد عنده هذه المنطقة تحت العين غامجة راح ينورها ويخليها ترطيب جدا عالي. طبعا لا تنسون تسوون مساج خفيف حق المنطقة عشان البشرة تستفيد من كل منتج انتم تحطونه. كلينيك منزلين نيو بيبي كريم، الكفرج ماله وايد حلو، ونسبة 25% حماية، يعني منه تغطية ومنه حماية للبشرة، ينفعها كل جميع انواع البشرة. طبعا في ديفرنت شيدز تقدرون تنقون كل واحد ولون بشرته، يغطي عيوب البشرة ويحمي وجهك من اشعة الشمس. طبعا عندهم نيو باودر. النيو باودر طبعا في درجات مختلفة حق الأنواع البشرة. الحلو فيه انه خالي من الكحول فما يسبب حساسية، يثبت البيبي كريم ويوخر اذا في اويل، في دهن زايد بالبشرة، يطفي اللمعة هذه مالته ويعطي لون ايضا جميل للبشرة، ويخلي البيبي كريم يطول اكثر لساعات اكثر. طبعا عندهم البلشر، منو ما يحب البلشر؟ خيال لونه. والحلو فيه انه في لمعه فصاير بلشر على هايلايت. خلي وجهك بيبي فيس.
حلو الصبح، حلو مال ميك اب، في درجات جديده. والحلو ايضا انه هم خالي من الكحول، فما يحسس البشره ابدا، ينفع جميع انواع. والله حتى الفرشه اللي ما حلوه توزع البلاشر عدل. الحين بمسح الميك اب، طبعا في مزيل الميك اب هذا خصيصا للعيون والشفايف، حتى حق الووتر بروف مسكارا يمسحها. اوكي، بس انا الحين ابي استخدم هذا البالم. طبعا تحطونه على بشره جافه، بعدها تغسلونه بالماء، ينفع كل انواع البشره ويشيل الميك اب كله. هذا البالم وايد حلو، ليش؟ لانه ينظف البشره عدل من كل الميك اب، حتى لو كان ووتر بروف، حتى لو كان ثقيل، ينظف من يعني اعماق البشره. حتى ينفع حق العيون، بس انا ما حاطه شيء على عيوني، سوبرات وايد. تفركون بعد غسلونه بالماء.